الحقيقة كنت أتمنى نطلع النهاردة نبارك لفريق الكورة على انتصار كان هيكون الرابع على التوالي في مسابقة الدوري، لكن للأسف كده زي ما بتقال جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. خسرنا خسارة مستحقة امبارح، هدفين شفناهم في مباراة كان فيها فرص لنادي الزمالك، لكن كان تقريبا كده كل فرصة لنادي الزمالك أو فرصة خطيرة لنادي الزمالك أمام مرمى إمبي كانت بتترد بكرة خطيرة على مرمى محمد أبو جبل اللي بالمناسبة ما كانش موفق تماما في مباراة الأمس. مش عيب أبدا إنك تعترف بأخطائك، لأن مشوار الدوري أنت لسه في الدور الأول، لسه المشوار طويل جدا، وافتكر إدارة نادي الزمالك موفرة كل الدعم لفرقة الكورة برغم كل التحديات والصعوبات من وقف القيد لحاجات كتير جدا لعدم وجود بدايل كتيرة لاستغناء في فترات سابقة عن لاعبين مهمين داخل نادي الزمالك. لكن لو رجعنا كده لسيناريو المباراة هنلاقي مستر فيريرا دخل المباراة مش بالشكل الأفضل لتشكيلة نادي الزمالك، هو دي اللعيبة، هي دي اللعيبة على فكرة اللي هو حتى قال في مؤتمر الصحفي انهم هم دول اللي كسبوا الماتشين اللي فاتوا وهم دول اللي عملوا أداء كويس في المباريات اللي فاتت. لكن الفريق وصل لمرمى محمود جاد أكتر من مرة، يعني شفنا فرصة لزيزو، شفنا يوسف أوباما، شفنا فرص كتير جدا، بعدها كمان فرصة عمر السعيد، كان يعتبر أول 34 دقيقة كانت سيطرة لنادي الزمالك. شفنا آخر كورة في الدقيقة 31 لعمر السعيد، عمل كورة من بره منطقة الجزاء مش معتادة من عمر السعيد لكن كان شكلها حلو جدا. لكن الدنيا بقى بتبدأ من كورة عمر السعيد اللي بتخبط في العارضة، وبيستمر بقى سوء الحظ وسوء الأداء للعيبة نادي الزمالك. ولو كرة دي أو كرة زي دي دخلت الموضوع بتغير، المباراة بالكامل بتتغير لما تبقى أنت حطيت جول في أول نص ساعة، بتركب المباراة بلغة الكرة، بتبقى اللي بعد كده خلاص. خصوصا كرة عمر السعيد كانت هتفرق جدا مع نادي الزمالك، وكان الماتش زي ما بتقال كده هيتغير تماما. في حاجة تاني عايز أقولها، قراءة نادي إمبي لنادي الزمالك كان واضح جدا ان فريق إمبي محضر بشكل كويس جدا لنادي الزمالك. يمكن اخر مباراه لإمبي كانت يوم 29 الشهر اللي فات، ونادي الزمالك كانت اخر مباراه ليه يوم 1 اللي هو كان موافق يوم الوقفه، فالفروق مش كتير نفس الفتره، لكن زي ما بيتقال كده إمبي ذاكر الزمالك اكتر ما الزمالك ذاكر إمبي، وشفنا ده في مباراه الامس. عايزه اقول لك امبارح كان معانا عطيه عبد الخالق، كنا بنتكلم عن إمبي، كنا بنتكلم عن نقاط الضعف بتاعت إمبي، كنا بنقول انه فريق عنده مشكله في الدفاع، وكنا بنقول انه هو اكتر فريق اتحسب ضده ضربات جزاء، بس هو يمكن احنا ما عرفناش نستغل ده لان احنا نادرا ما وصلنا لمنطقه الجزاء اصلا. فدي حاجه. حاجه تانية، انا بقيت كلام احمد جدا، يا جماعه احنا قراءتنا لفريق إمبي امبارح كانت مش موجوده، كانت معدومه. يعني احنا الناس اللي كانت بتدردش في الماتش قبل الماتش كانوا عارفين اكتر او كانوا داريانين اكتر بعند وصعوبه إمبي اكتر من الجهاز الفني ومن اللعيبه، كانوا مدركين اكتر صعوبه المباراه. تعرف يا احمد المشكله من خطا متكرر، يعني الخطا ده قعد يحصل الماتش كله وحصل في الماتشات قبل كده. الحقيقه انا كنت شايفه ان فرقه إمبي بتلعب بتنظيم دفاعي بالرغم ان هم عندهم ثغرات في الدفاع افضل. صحيح احنا ضيعنا اكتر من فرصه زي ما احمد قال، لكن عشان توصل لهدفك لازم يكون عندك ثبات انفعالي، لازم يبقى انا كده عندي ثبات انفعالي في الهجمات المرتده اللي عليك. يعني مش ممكن ابدا كل كوره بيروح بيها المهاجم بتاعهم جول. يعني ايبوكا، جول ايبوكا ده في يا جماعه خطوره جدا جدا على ابو جبل، واسمحوا لي اقول لكم الخطوره الاكبر فين؟ على اداء ابو جبل. يعني الجول مش خطوره عشان خاطر هو اجمل حاجه في الدنيا قد ما في علامه استفهام كبيره جدا على ابو جبل. يعني على فكره يا جماعه انا مش بسخر ولا بتريق ولا بقول امال فين، لا انا بجد محتاجه تفسير. فين نسخه امم افريقيا لابو جبل؟ فين نسخة فتوح بتاعت أمم أفريقيا؟ فين نسخة الونش بتاعت أمم أفريقيا؟ فين يا جماعة اللعيبة دي؟ أنا والله العظيم عايزة تفسير. أنا مش بتكلم إن أنا بصيح أو بنتقد،
نقد غير بناء. لا بجد انا عايزه اعرف، مش ممكن كمان ان انا اقول الحمد لله الكوره اتلغت عشان اوفسايد بتاعت الهدف الثالث؟ بالمناسبه هي اوفسايد يعني سليم 1000000%، لكن منظرنا ومنظر حارس المرمى ومنظر ابو جبل كان غير منطقي تماما. احنا يا جماعه لو الاوفسايد ده احنا كان زماننا شلنا سكور كبير قوي. ابو جبل وخط الدفاع محتاجين ياخدوا المباراه دي درس في اللي جاي. واتمنى، عارفين انا النهارده والله كان نفسي اطلع اسكت، يعني انا ما بحبش بقى رب ضاره نافعه، اكيد رب ضاره نافعه، لكن مش هعرف اقعد اكررها. يعني لازم نتعلم في مره كده، لازم نقف وقفه مش هينفع تتكرر تاني. مش هيبقى ابدا ابدا ان احنا نخسر. على فكره انا قلت الكلام ده امبارح لو تفتكروا في المقدمه، قلت يا جماعه سلسله الانتصارات دي هيجي مره وتتهز، لازم احنا مش هنقعد كسبانين، لكن تتهز بشرف، تتهز واحنا منظرنا كويس، ما تتهزش بالمنظر بتاع امبارح ده. ما ينفعش يا جماعه فريق نادي الزمالك يظهر بالشكل ده، خصوصا في الشوط الثاني. يعني زي ما قلت، لا قدر الله المباراه دي كانت ممكن عادي جدا وبسهوله جدا جدا تخلص بنتيجه اكبر من كده بكتير قوي، لولا قناعه امبي الحمد لله ان هم بالفوز بس، احنا عايزين نكسب. هم لو عايزين اكتر كانوا خدوا اكتر. عشان كده لعيبه الزمالك لازم تحط في اعتبارها ان جمهورها زعلان جدا، مش زعلان على الخساره، لان الخساره كده كده جايه، في مكسب وفي خساره، لكن زعلان على منظرنا. انتوا اديتونا شكل في ماتشات، كذا ماتش ورا بعض، وفجاه سحبتوه مننا. انا بقيت حاسه ان المشكله مش في لعيب لوحده، انا بقيت حاسه ان احنا مش بنلعب كفريق، بقينا بنلعب لعبه فرديه، مفيش لعبه جماعيه في الملعب. لكن خلينا نقول ان احنا لازم نستفاد من الدرس اللي احنا مرينا بيه امبارح، لازم نطلع بدروس مستفاده، لان اللي جاي اهم بكتير. ماتش ده كان ماتش دوري، ده كان ماتش دوري بالنسبه لي، واعتقد بالنسبه لناس كتير. ضاع مننا، ضاع مننا، في دروس، لازم يكون في دروس، سواء للجهاز الفني، سواء للعيبه، وسواء حتى للجماهير. اتمنى ان كلامي ده يكون خفيف على القلب، سواء على الجماهير او اللعيبه او الجهاز الفني. انا مش بطلع يا جماعه اهاجم، انا بطلع عايزه تفسير ليه كل الناس اللي بتلعب مع الزمالك ما بتبقاش نفس مستواها، سواء حتى المحترفين يا جماعه. ليه الزمالك يعني مش عارف ليه، يعني ليه مثلا الناس اللي احنا حتى جايبينها من الاحتراف بتلعب في بلدها احسن ما تلعب في الزمالك؟ دي حاجه غريبه جدا. طبعا مستوى اللعيبه المحترفه ما كانش على المستوى امبارح، شفنا في الشوط الاول اكتر من الكوره في شتات بشكل كبير جدا من ذهني عند بن شرقي، في اكتر من كوره بيستلمها جوه السكس يارد وبيضيعها بشكل كان صعب جدا. لعيبه كتير ما كانتش في الفورمه امبارح، ما كانوش في مستواهم. عايز بس قبل ما نقفل ملف هذه المباراه، عايز افكر الناس ان انت في مشوارك في البطوله لازم يحصل لك تعثر، لكن في نفس الوقت لازم عشان تكمل المشوار بتاع البطوله لازم في اي تعثر تخرج باكبر استفاده ممكنه. عندك مشاكل لازم تقف عليها، عندك مشاكل، عندك بدايل، عندك لعيبه موجوده ممكن تاخد فرصه، كلام كتير جدا، لكن عند فريرا لازم يكون في وقفه من الجهاز الفني. افتكر ان فريرا يعني مش هيعدي اللي حصل امبارح ده ومن غير مثلا ما يحط ايده على نقطه ضعف معينه، امور كانت واضحه بشكل كبير جدا في مباراه امبارح. كل ده لازم يتاخد في الاعتبار عشان نكمل في الفتره اللي جايه. ما ينفعش برضو كلمه حق تتقال، ما ينفعش اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور شغاله على فريق الكوره ودعم فريق الكوره 24 ساعه، بتحل مشاكل هنا، بتشيل شيله مش شيلتها في موضوع وقف القيد من هنا، لعيبه ثابت الفرقه من هنا، عقود مليانه ثغرات وقصص كبيره جدا، حاجات كتير جدا بتحاول تتفاداها وتعديها. فان شاء الله نتمنى ان اللي جاي يكون شكله احسن، نستغل كل حاجة حوالينا. انت المنافس بتاعك ضيع 7 نقط من اصل 9 نقط في اخر 3 مباريات، انت ما قدرتش تعمل ده. وبنتفنن في اي هدية على مر الزمان، لعيبة بتشوف هدية بتتقدم من منافس انت بتضيعها، بتضيع الفرصة عليك. انتوا لعيبة كبار ان شاء الله، زي ما كسبتوا الماتشين الصعبين جدا لإسترن كامباني والمصري شفناهم في رمضان، شفنا يعني جرينتا شفناها بشكل كبير جدا من لعيبه نادي الزمالك. اتمنى ان الروح دي ترجع، اتمنى يبقى في تنظيم اكتر من كده،
وان شاء الله اللي جاي يكون احسن لنادي الزمالك. قبل ما اروح لباقي موضوعاتنا بقول ان اللعيبه زي ما قلت كده تركز مع الفريق، مش عايزين نبص حتى للنتائج. يعني انا بقول ان المنافس ضيع 7 نقط من 9، اللعيبه ما يشغلهاش الكلام ده، انا مكمل ومستمر في ادائي، وانا ليا دعوه وليا علاقه بتيشيرت نادي الزمالك، اموت نفسي علشانه ان شاء الله زي الموسم اللي فات كده ما شفنا كسبنا في اخر الجولات، عشان كان في روح، كان في عزيمه كبيره من لاعبي نادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يستمر في الفتره اللي جايه، يكمل بقى على الماتشات اللي شفناها في نهايه رمضان باذن الله. عايز اقول نقطه ومن اول السطر، وان شاء الله فتره جديده وننسى الهزيمه دي ونتعلم منها في الفتره اللي جايه. بص، هو احنا محتاجين ننسى الهزيمه كنتيجه، لكن مش عايزين ننسى شكلنا، ومش عايزين ننسى يعني الاداء اللي ادى ان احنا دلوقتي طالعين بنقول مين دول. برضو يا جماعه مش عايزين ننسى ان الموسم صعب، الموسم صعب جدا، صعب على الجميع بالمناسبه، على الجمهور وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني، حتى اللعيبه الموسم صعب على الكل. الزمالك محروم من القيد، عنده نواقص يا جماعه في كذا مركز كبير، نقص كبير قوي عندنا، عنده ناس عقودها خلاص بتنتهي يعني، فالدنيا مش افضل حاجه. وبالتالي نرجو من حضراتكم ان احنا نفكر بهدوء، ما نمشيش بقى بالسياسة ان احنا بنعترض على كل شيء بسبب خسارة مباراة مهمة. كنا وحشين جدا في المباراة دي، بس انا هطلع اقول انا زعلانة، هطلع اقول انا محتاجة تفسير للي حصل، بس في نفس الوقت هنقول بهدوء. انا النهاردة مش طالعة بقول ازاي ومش ازاي، لا جماعة تفسير عشان خاطر الاجابات دي نحولها لدروس مستفادة جوه الملعب، وبالذات يا جماعة اقصد بالتفكير بهدوء مع الجهاز الفني. الجهاز الفني برضو ماسك الفريق وهو مش في افضل حال، ماسك النادي وفريق الكرة في النادي وهو في تخبط وعدم استقرار، ما كانش احسن حاجة. فواحدة واحدة في علامة استفهام على الجهاز الفني، اكيد هم عندهم تفسير برضو لده. طيب دي كانت فرقة الكرة، الفريق الاول عندنا في نادي الزمالك، واللي نتمنى الحقيقة ان احنا ما نطلعش نقول الكلام ده مرة تانية. نروح بقى للحاجات الحلوة. امبارح فرقه الهاندبول صلحتنا، او بمعنى اصح يعني قدمت عربون صلح باكتساح بطل بنين في بطوله افريقيا الانديه ابطال الكؤوس. عايزين بقى ايه؟ المصالحه ما تبقاش عربون بس، احنا عايزين المصالحه تكون كامله، يعني نكسب الكاس عشان نعوض الخساره غير المستحقه في مباراه السوبر الافريقي قدام الاهلي، بعد ما كنا الفريق الافضل والاقدر على مدار المباراه. بس خلوني ارجع اقول تاني، انا ما يهمنيش الافضل ولا الاقدر ولا اي حاجه، انا يهمني في الاخر النتيجه، يعني لانه التاريخ في بعض المباريات او في معظم المباريات للاسف هو بيكتب النتيجه بس، ما بيكتبش احنا كنا افضل ولا كنا اقدر.